اهلا يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام حبايبي. رجعت لكم فيديو جديد. فيديونا اليوم حبايبي الكرام مثل ما انتم شايفين بالعنوان محاولة الحصول على السكنات الجديدة من الاسلحة الجروزة والكار. مثل ما انتم شايفين معي عمورة، موجود معي على الديسكورد عم يسمعني، وفاتح له بث مباشر بنفس الوقت عم يشوف معي مباشرة شو راح يصير معنا. نشوف حظنا حبايبي، ان شاء الله يكون وجهه حلو علي. بالعادة وجهه بل ما بدي اقول زباله، بس يعني يعني ما بدي اقول نحس، بس يلا خلينا نعمل محاوله ثانيه. ايه عموره، كيفك عموره؟ بتسمعني؟ ايه جاهز معلم؟ جاهز. برايك راح يجيب الجوزه من اول كم لفه؟ والله انا بقول لك مستحيل تتبالك من اول شيء للاخير. للاخير مو هيك؟ يعني هاي ما فيها حظ. والله يا حلوين معروف، معروف حظي يعني في هذا الدويرة، هي معروف حظي. طبعا شباب قبل ما بلش بهذا المقطع لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. وشيء ثاني بالنسبة للكروزة شباب، مثل ما انتم شايفين عندكم الاحكام والدقة، اللي هو الدقة يعني الاحكام والدقة، ما اعرف ليش كاتبين الاحكام والدقة، الدقة وبس. ليش توجع راسك؟ والضرر فيه وعادة تعبئة، بس ولكن عادة تعبئة بطيء في التعبئة. بالنسبه للكار مثل ما انتم شايفين حبايبي، عن معدل الاختراق، هي معدل الاختراق يعني عن جد ما فهمته ولا عموره فهمه. عموره فهمت شو معدل الاختراق؟ لا والله هي الحلقه ما فهمتها. هم بيكتبوا بالحدث اشي وبس تشوفه اشي ثاني. يعني الصراحه هلا راح نشوف مع بعض، راح نشوف كم راح يكلفنا. معنا 5000 جوهره تقريبا، لا مو 5000، 4940 جوهره. ان شاء الله يكفونا، اعتقد يكفونا عموره. بكفوا زياده. بلش اول لف العيون الحلوين، جن ونطو 3 2 1. هي يلا العم، وهي عيونك يلا روح. هي لا اول شيء لا 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 انت لا انت لا اسمع انت. اسمع تفضل. ايوه اول لفه راح يعطوك اربع صناديق شقنقر بس تشوف. انت 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 جاي تخرب علي ولا كيف خيو؟ طيب خيو لف وشوف. يلا هي لفيت، يلا روح. قولي 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 بابام. ايه شو لازم اعمل؟ لازم اضغط على شي محل مو هيك؟ لازم اضغط على وحده. وين اضغط؟ اللي بدك يعني، المهم راح يطلع لك شدي. المهم ما راح احد. لا والله طلع لي شدقن انا يا زلمه. شو لك للهوا يا زلمه؟ اوهو علينا. سوف نحط لنا ميوزك للفيديو، ما حطينا ميوزك. سووني شوي ميوزك الجميله الحلوه الجميله قوي يا حلوين. يلا هالمرة كان اول مرة ضرب العيون لكم، هالمرة العيون عمورة. وين اختار عمورة؟ وين بدك؟ وين بدك اضرب؟ تفضل. لا انا اخير ضربة لعيوني بدي. لا مرة انت فهمت علي، اختار محل. بدي اللي على اليسار بالنص. على اليسار بالنص مو هيك؟ يعني على اليسار بالنص. هون. يعني هون هون هاي. على اليسار تحت هون هاي. اربع صناديق شيلتين خلاص بلعناه يا زلمه. منيح بدي احسبه اللحظه. 120 جوهر، 200 جوهر هذول حقهم. 200 جوهر حق هذول؟ ايه دوله؟ يعني انت يعني ايه ربحان مو هيك؟ ايه ايه ماشي ماشي. هالمره وين راح نضرب حلين؟ راح نسوي شوي. الله والله ما بصدق الا كلام الله واللي بحبه الله يا عباس. راح اضرب على زي على اليمين. ليتس جو. شيتجن شيتجن زفت. عنا اياه اعطونا اعطونا اياه مجاني يا الزلمه. شو الحظ؟ علي حلال اعطوني اياه فوق 5 مرات. طب يا حلوي والله صدقوني يا شباب، يعني اشتهيت شي مره يا شباب ويا بنات، اشتهيت شي مره يعني ما وصل للاخير يعني ما بعرف ليش. بريك وين نضرب هالمره؟ يلا وين نضرب؟ وين نضرب؟ وين نضرب برايك يا عموره؟ على اليمين على اليمين فوق برايك؟ يلا ليتس جو. خيو سلامات. يا زلمه تحلوا عنا ولو شو هذا يا زلمه؟ والله العظيم شي بقرف يا اخي. لا والله العظيم وقت ما بلشت اللعبه لحد الان وبهالدويرات وهالشغلات لحد الان كل شي بدي اخذه دائما يطلع لي اخر شي. اشتهيت شي مره يطلع لي اول شي. بس حاسس زباله. معي مين معي كمان؟ النحس عموره. يلا وين نضرب هالمره برايك؟ راح هالمره ترجع علي. لا
هالمرة تركها علي، راح اضرب بالوسط بالنص، لعيونك، هي لعيونك، هي هي لعيونك. عيوني بالوسط يا زلمة، ما في كلام، هي بالوسط هيك برص الجبهة. ابلع يلا ابلع، يا زلمة، يلا ابلع، وجع يا يلا زلمة ابلع، والله. نفس الاشي نفس الاشي. بس انا حمر اقوى. ايوه بقينا 4 ضربات يا حلوين، 4 ضربات يا ساتير، 4 ضربات والحظ نار مش نار، لا حظ زبالة، حظ نار، مين قال نار؟ أنا قلت نار، لا حظ زبالة. نار يا حبيبي النار. نار، وين راح نضرب هلا؟ فوق يمين تحت. لو كنت عواضي وين كنت ضربت يا عمورة؟ على اليسار من فوق. على اليسار فوق، راح أعمل عكس تحت زل تحت. يا الزلمة يا الزلمة يا الزلمة، ثواني ثواني بدنا نسمع منك، ثواني يا الزلمة والله شباب عرفت حرفين، شوفوا هلا راح اضرب فوق، راح اضرب فوق هلا وما راح يطلع لي شيء، بعرف، شوفوا بعرف، شايفين؟ خلاص بعرف حظي زفت بهلا حدث، بعرف انه راح دايما اسمع بيصير معي. اسمع، هسه اول واحدة لعيونك وثاني واحدة لعيوني. وين بدك اضرب؟ هاي لعيونك، هاي مو لعيوني. طب انت وين يعني هلا، انت اعتبر انت وين كنت ناوي تضرب؟ ايه بس اضرب، انت احكي لك انا بدي اضرب. اضرب انت وين؟ راح اضرب بالنص معلم، اضرب النص. يلا طيروا ابو شك. اولي الكار، يا سلام، ما يعني ليش عشو هاي مبسوط، عشو لعيونك. مبسوط، هاي لعيونك انت، هاي الجروزه، هاي لعيونك، روح صدق ما راح هاي اجيبه، لعيونك. ما راح اجيبه. ليتس جو، هاي العيون عمورة، روح يلا انطلق. ابلع. شفت عيوني؟ شفت عيوني؟ ايه شفت شفت شفت، جميل قوي، جميل قوي قوي، كتير كتير ما شاء الله ما شاء الله، يعني كتير كتير حلو. خلينا نروح ندخل نشوفهم، تمام، خلينا ندخل على المجموعة نشوف الأسلحة اللي جبناهم. وين الكار؟ هذا هو الكار معلم، الاختراق دروع. اختراق دروع، معناتها في شيء جديد نازل، خاصية جديدة. حكيت لك والله نار هاي تبي تخترق الدروع. اختراق دروع معناتها يا شباب ضربت. اوه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، معناتها تتوقعوني يا حبايبي، معناتها راح تدمج كتير بالكارت، تخترق دروع وتركب له البتاع البتاع، يا لهوي وضعنا لوز. هو لوحده، هو هو لوحده لوحده قبل طيب لوز لوز اللوز اللوز اللوز. خلينا نشوف الجروزة، وين الجروزة؟ وين الجروزة؟ ليكو ليكو الجروزة، عندنا هون واحد ضرر وعندنا الدقة. اوه نقدر نعمله هيك يا معلم، يا سلام، اول جروزة هيك يصير جميل. لا لا نزل واحدة قبلها. كافي نقدر نعمل هيك. حلو، اوكي 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 عندنا واحد ضرر وعندنا الدقة، بس ولكن سرعة هذا بتاع هاي بتاع تعبان. مو عيب هي، بستحمل. طب خلينا ندخل على التدريبات، ندرب نشوفهم على السريع. خليك عم خليك معي خليك معي، يلا ندخل على التدريبات شباب، نجرب لكم اياهم ونعطيكم الرأي. عم تشوف منيح عمورة؟ شايف. يلا ليتس جو. كنت اشرح كريمنال قبل لا تفوت، ما راح يخلوك تعرف. لك عادي يا زلمة، نجربه على ولا يهمك، رح نظبط وضعه. هات الجروز، هات نركب له شغلاته ولا لا؟ نركب له خذ شغلاته، كاتم نركب له كل شيء معلم، خلينا نركب له كل شيء، خلاص ما عليك، خلينا نركب له هيك وضعه سوين. لا والله ركب كل شيء سوين، نركب له ما تحط كاتم، ما تحط كاتم، ها الكروزه بالكاتم خايسه. هون راح ربنا، خلاص خليه يلا تعال نروح نجرب فيهم، بعدين نروح نجرب الكار. شباب انا بفضل الكار، تعرفوا يعني بسنايبر العب كثير، العب كثير سنايبر، تعرفوني شباب على البثوث المباشره. بالنسبه للناس ما بتعرفني، انا بعمل بثوث مباشره يوميه على الفيسبوك حبايبي، موجود الرابط تحت 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 تحت. يلا وين الحلوين؟ وين الحلوين؟ ليكو وين اختفى هذا يا زلمه؟ شفته؟ دقيقة كان عنده لاج نت 1000 يا زلمه، وينهم هدول؟ شباب حبايبي ورجونا حالكم، اطلعوا بليز. وين المعلم؟ ما له حول يا زلمه، ياخذ سلاح انت، اخذ بس الجوزه هلا بتلاقيهم عم يعبكوا لسه. ثاني واحد فوق فوق فوق، يا لهوي هو التنين يضرب. لا لا طول بالك اخوي، والله يعفو الله نور، شايفه؟ يضرب 200 هيد شوت، والله نور 39، شايف؟
214 تشاد و 130 99 130 يضرب 130 معلم 130 شوف ده 99 39 38 يا زلمه شفت انا شايف شوف 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 ثواني بس 39 والله 39 يا زلمه 39 و29 39 29 معلم شوف الهيد شوت ده وين مش راح يضرب هيد شوت ده خلينا نشوف واحد طب شوف هذا معلم هجيبه هيد شوت قولي شوف هذا تيم معي يا زلمه تيم معي ولا شوف طلع هذا تخيل ولا شوف 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 خلاص نطلع عشان ما يطول الفيديو اكثر من هيك نعطيكم اكثر شيء عموره يضرب 39 هون يضرب هيد شوت 210 39 يضرب معلم على هذا يضرب 39 شايف؟ والله نار يا زلمه تقول عم تلعب باي كي شو رايك؟ وهذا يا زلمه هذا فيه الدقه يعني تاش يعني الدقه يعني ولا طلقه بتروح يمين يسار يا عيني عليك ولا مركب كمان شخصيه لورا كمان يا زلمه يعني توقع الدقه كيف شغاله هذا كله ال عجب موجودة هي بيت الكار الهوني ولا موجودة وينها هي وينها؟ هي هون هي حلو حلو وضعنا الوز خلينا نجرب من هون 400 طبعا الكار تضرب واحد ضربة هيد شوت بتجيبه جيب هون 176 هو في الدقة هذا في الدقة اختراق الدروع للدقة ما فيه هذا بس فيه اختراق الدروع هذا خلينا ندخل بالساحة نشوفه كيف وضعه معلم ما في دروع هون ما حدا بيدروع والله جميل جميل معلم اوه لا لا حبيبي ما في دروع باللعبه هاي يعني اكيد يعني راح تشوفوا ما راح لازم نشوفه بجوا اللعبه بس باين عليه حلو يعني والله حلو 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 عن جد شي حلو خلينا نطلع شو رايك بالسلاحين يا عم مراد من الاخر يعني والله حلوين مو هيك يعني واحد يقدر يظبط وضعه حلوين حلوين حبايبي اعطونا رايكم بالسلاحين بالتعليقات شو رايكم اعطونا رايكم بالتعليقات شو تحبوا كمان اذا عندكم افكار حبوا نزلها على القناه اعطونا تعليقاتكم تحت ان شاء الله عجبكم المقطع حبايبي ان شاء الله قدرت افيدكم واقلكم الصراحه بالراي شفتوا بعينكم السلاحين حلوين كتير صراحه يعني شيء مرتب وحلو وجميل شو رايك يا عموره؟ والله حلوين حلوين عن جد حلوين حبايبي هيك بيكون انتهى مقطعنا اليوم ان شاء الله عجبكم لا تنسوا تحطوا اللايك والشير والاشتراك وكل الشغلات الحلوين وتفعلوا زر الجرس وبترك اخر كلمه لعموره عموره شو راح تحكي للمتابعين؟ يا معلم هلا هيك انت طبشتني بالحيط طبشتك بالحيط مو هيك؟ طب اللي قبل بشوي زلمه اجهز كلمه يخليها بتمي هيك احفظها جاهز كلمة تحفظها؟ لا عمورة هيك لازم تطلع من قلبك لازم تطلع الحق كلام من قلبك من قلبك مو هيك من قلبك اي علاء موجود علاء جيت اخر شيء علاء شوف 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 بما انك جيت اخر شيء شوف 39 214 مشان يعني بما انك جيت 39 214 اجيب لك الكار الكار انت ما بتلعب بالكار كثير راح نزل المقطع هلا بعد شوي شوفه و جبتهم الاثنين ايه جبتهم الاثنين قديش كلفوا 3000 وشوي 3000 حبيبي حبيبي ان شاء الله عجبكم مقطعنا اليوم علاء شوف المقطع رح نزله الان مباشره على اليوتيوب شوفه وخذ رايك واعطيني رايك كمان بالاسلحه الصراحه الاسلحه اثنيناتهم حلوين